الحمامة العائدة. حطت حمامة على ضفة النهر وأخذت تبكي، فأطلت سمكة من النار وقالت لها: لماذا تبكين يا صديقتي؟ الحمامة: أبكي لأني لم أسد ابنتي في العش. السمكة: ابحثي جيدا، فالبكاء لا يعيد إليك ابنتك. بدأت الحمامة تبحث عن ابنتها المفقودة، فسألت حيوانات وطيورا كثيرة، لكن لم تجد جوابا لسؤالها. وعندما جاء المساء عادت إلى عشها حزينة باكية، لكنها فوجئت بابنتها في العش فصاحت فرحة: أين كنت يا صغيرتي؟ أجابت الحمامة الصغيرة: خرجت من العش كي أشاهد المناظر الجميلة وضيعت طريقي. وكيف عدت؟ لا أدري. تذكرت الأم كيف ضاعت في صغرها وأرشدها للعش حبها للمكان الذي ولدت فيه، ثم قالت لابنتها: إن الذين يبتعدون عن بيوتهم يرشدهم حب الوطن إلى طريق العودة إليه.